برحب بحضراتكم مرة تانية، وخليني نروح مع حضراتكم في البداية للجهاز الفني المنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام البدري اللي أعلن أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية طبعا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا، وده يوم 14 و17 نوفمبر الجايين ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون. جت قائمة لاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب من صفوف الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، ومفروض ينضموا اللاعبين دول للتدريبات المعسكر المفتوح بعد بكرة يوم الأربعاء. الحقيقة يمكن في انتظار طبعا ماتشين في منتهى الأهمية للمنتخب مع توجو، وبمناسبة الاختيارات يمكن في اثنين لعيبة تم استبعادهم، يعني الفحوصات الطبية اللي خضع عليها حسين الشحات لاعب ونجم النادي الأهلي، والفحوصات دي تمت تحت اشراف طبيب المنتخب دكتور محمد ابو العيله، قالت انه في اصابه في بشد في العضله الخلفيه، وكابتن بركات مدير المنتخب الوطني قال ان دكتور ابو العيله قال تقريبا بعد ما عرض نتائج الكشف على كابتن حسام البدري انه في يعني في التقرير طبعا اللي قدمه انه صعب جدا انه حسين يلحق يكون جاهز قبل ماتشات المنتخب، وبالتالي هيكون خارج حسابات معسكر المنتخب الوطني. لاعب كمان هو محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز اللي قالت التقارير الطبية انه عنده شد في السمانة، وبالتالي برضو خرج بره المعسكر.